السلام عليكم. البرلمان العراقي أخفق من جديد في قضية حسم الدوائر الانتخابية، هذا بسبب لأنه القوى السياسية اليوم تريد تخيط قضية الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات على مقاسهم ومثل ما يريدون، حتى يقوم بالسلطة وحتى يضرون طبعا بهذا الحراك الشعبي وهذه الثورة الكبيرة اليوم اللي صايرة بالشارع. ولا كأنه فعليا طريقة تصرفهم عدد من القوى السياسية حقيقة اللي تعرقل هذا الموضوع، ولا كأنه أكو ثورة بالشارع، ولا كأنه سامعين شنو اللي يقول الشارع. فهذه فت قضية حقيقة اليوم مؤرقة للجميع، والبعض يعتقد أن الأمور قد تكون متوجهة إلى مشاكل في الفترة القادمة، ولا يعرف أحد كيف سينتهي هذا الموضوع. ولذلك صارت ردود أفعال من عدد من النواب لعدد من الأحزاب والتيارات اللي موجودة في البرلمان العراقي. شوف مثلا على سبيل المثال فارس البريفكاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قال إذا لم يمرر القانون بالتوافق السياسي سيتسبب بمقاطعة كبيرة للانتخابات، والمقاطعة ستؤثر على نزاهتها ودستوريتها وشرعيتها. سود يحكي هنا من ناحية أنه القوى السياسية هي اللي راح تقاطع بشكل أكبر، فما بالك بالنسبة للمتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك عندنا قضية مهمة جدا أيضا، أحد النواب اللي هو علي اللامي عن تحالف سائرون، يعني هو بنفس الرجل قال هنالك قوى سياسية تتقصد عرقلة تمرير هذا القانون بهدف تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات المبكرة خشية من خسارتها في الانتخابات المقبلة. وفي 1/10/2020 في ذكرى انطلاق ثورة تشرين صارت يعني عدد من الأمور اللي انذكرت واللي ذكرت بها عدد من الصحف الكبيرة والمهمة. واليوم احنا ندري ثورة تشرين راح ترجع بقوتها مثل ما نسمع من التسريبات وتصريحات المتظاهرين والناشطين، راح يرجعون يضغطون على الحكومة وعلى البرلمان يوم 25/10 لأنه هواية مطالب ما تحققت لهم. على هذا الأساس The National ذكرت ب1/10/2020 ذكرت بمطلب المتظاهرين الأساسي في قضية الانتخابات، قالت المتظاهرون يريدون انتخابات مبكرة بموجب قانون جديد يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل للفوز بمقاعد في البرلمان. والمشكلة اليوم قضية الدوائر هذه المتعددة الدوائر، يعني حقيقة يريدون يفصلوها عدد من القوى السياسية يصوتون عليها ويفصلوها بالطريقة اللي يريدوها، بحيث تظل دوائر الانتخابات كبيرة، وكل ما دائرة الانتخاب تكون كبيرة كل ما تكون فرص المستقلين أقل. ليش؟ لأن المال السياسي يلعب دور، أيضا أنه المستقلين مثل ما نعرف يعني تكون فلوسهم محدودة، هو مستقل منين يجيب يعني دعم إلى حملته. فلذلك المفضل والأفضل أنه تكون الدوائر يعني على حجم عدد الكثافة السكانية، ويصير الفوز يعني بنسبة مثلا الفائز يكون أكثر من 51% من العدد السكاني، مو مثلا على الأغلبية. هم لحد الآن القضية هذه القضية آلية الفوز بالنسبة للفائز لكل دائرة انتخابية مخليهم على أساس الفائز بأعلى الأصوات، يعني مثلا 120,000 واحد هم الكثافة السكانية في الدائرة الانتخابية والناخبين، من يجون يصوتون واحد مثلا أخذ 20,000 والباقين توزعت عليهم الأصوات، بما أنه هو عنده أكثر الأصوات معنى ذلك هو الفائز، معنى ذلك هو اللي راح يمثل 120,000 وهو فقط المصوتين 20,000. فهذه طبعا غير منصفة أبدا. وأكو قضية مهمة لازم أيضا نذكر بيها، أكو أمر راح يلعب دور بهذا الموضوع كله، حتى لو هذا تم مثل ما يريدون المتظاهرين ومثل ما تريد الأمم المتحدة وصار دعم وغيرها، أكو أمر مهم الآن المتظاهرين مقدميه على هذا الموضوع، ألا وهو قضية استهداف الناشطين. شوف الميدل إيست آي شنو اللي قالت أيضا في تاريخ 1/10/2020، قالت نشهد هذه الأيام عمليات خطف وقتل، وهنالك تقارير كثيرة عن تعقب النشطاء ومحاولة قتلهم واغتيالهم، الوضع أسوأ مما كان عليه في العام الماضي. هذا بحد ذاته يقول لك احنا شلون يابا نقدر نرشح ونقدر ندخل في العملية السياسية ونسوي لنا حراك مدني تيار طالع ونابع من الحراك الشعبي اليوم اللي موجود وينجح في البرلمان في ظل هذه الاستهدافات المستمرة للناشطين. فأكو احتمال تصير مقاطعة للانتخابات بالشكل اللي ما حد رايده، على الرغم من كل هذه الجهود المبذولة اليوم إذا بالبرلمان أو غيرها ممكن يقاطعون، لأنه الحكومة ما كشفت عن قتلة المتظاهرين وغيرهم. هذا طبعا عدا التزوير وعدا الكثير من الأمور وحتى التدخلات الخارجية وعدا الميليشيات اللي هي قد تكون القصة الأخطر في كل هذا الموضوع. إذن ينضم إلينا من بغداد حول هذا الموضوع الباحث في الشأن السياسي والمقرب من ائتلاف النصر الأستاذ
أحمد ريسان الحمداني. حياكم الله أستاذ أحمد ريسان. وحقيقة أنا أريد أبدي مع حضرتك أستاذ أحمد في هذا الموضوع. ما أدري إذا تسمعني الآن أستاذ أحمد، حقيقة ما أدري هل الأستاذ أحمد جاهز أو لا. نعم أسمعك أستاذ أحمد. طيب يبدو لحد الآن غير جاهزين الضيوف على ما يبدو، فلذلك إحنا يعني هذا الموقف حقيقة هو واحد من المواقف الصعبة اللي يعاني من عدها العراق، اللي هي قضية الدوائر الانتخابية. تفصيلات مثل ما يريدون، يرتبون الأمور مثل ما يريدون، الوضع يعني أصبح حقيقة محرج ومقلق بالنسبة للعراقيين. إذا الآن نرحب حقيقة بضيوفنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية، عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني الأستاذ رياض العوادي، وكذلك أود أن أرحب أيضا بضيفنا أيضا من بغداد الباحث في الشأن السياسي والمقرب من ائتلاف النصر الأستاذ أحمد ريسان الحمداني. وأود أن أبدأ مع السيد رياض العوادي من البداية. أستاذ رياض، يعني أين يقف تيار الحكمة اليوم من معادلة قضية الدوائر الانتخابية؟ مع من يصطف تيار الحكمة في هذه القضية تحديدا؟ طيب يبدو أستاذ رياض لحد الآن غير جاهز. إذا نعود إلى الأستاذ أحمد ريسان الحمداني من جديد. أستاذ أحمد أرحب بك من جديد. حضرتك أنت مقرب من ائتلاف النصر وتعرف الكثير عن ائتلاف النصر. ائتلاف النصر وين من هذا الموضوع؟ شنو موقفه من هذه القضية؟ وشنو كواليس هذه المشكلة؟ وليش هذا الخلاف يعني دا يتأزم إلى درجة وكأنه يعني ماكو أي حراك في الشارع؟ تفضل. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ أحمد الأدمي ولقناتك الموقرة وجمهورنا الكريم الباحث عن ما كل ما هو جديد للساحة السياسية المتفاقمة بالأزمات بمعمل عراقي أصيل، صناعة الأزمات من خلال قبة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية الذين لم يخرجون بالمخرجات الإيجابية التي يتمناها الشارع والشعب العراقي الذي ذاق الأمرين عبر بوابة أكثر من 17 عام مر المر أذاقوا للشعب العراقي، ولغاية الآن لا يريدون الخروج بحلول إيجابية حقيقية نابعة من أصالة ابن العراق الذي يمثل العراقيين في قبة مجلس النواب. لكن يبدو لذلك أنه اللي موجودين بالهرم السياسي للأسف الشديد تناسوا أنهم لولا أصابع البنفسجية ولولا الشعب العراقي لما كان لهم أن يكون في هذا المكان وهذا التمثيل النوابي والرئاسي للثلاث، مجلس النواب ومجلس رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية. ولعودة حول حضرتك أستاذ أحمد يا طيب القلب إن شاء الله، حقيقة الأمر يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أنه جميع الكتل السياسية، وسوف أجيبك على سؤالك حول ائتلاف النصر وما أدلى به من تصريح الدكتور حيدر العبادي خلال هاي الأيام القليلة الماضية حول الانتخابات. فحقيقة الكتل السياسية أستاذ أحمد ولا يخفى عليك شيء أن موضوع الكتل السياسية تراهن على عدم وجود الجدوى الحقيقية للخروج بالإيجابيات الحلول من أجل العولمة وإعطاء والتصويت على الدوائر الانتخابية المتعددة. لأن هذا الموضوع أنا بكل تأكيد ولا يعني يمكن أشد من أزر حضرتك حينما تحدثت أنه لا يريدون العمل بالإيجابيات الحقيقية لخروج الشارع العراقي من مطبات السلبيات إلى مطبات ما يتمناه الشعب. لغاية الآن الكتل السياسية هي الباحثة وهي المعرقلة الرئيسية، مع احترامنا لبعض الكتل، بعض الكتل السياسية أقولها على الملأ، لبعض الكتل السياسية التي تريد أن تخرج لخاطر الشعب العراقي المتظاهر الذي ذاق الأمرين وصار لسنة وعشر أيام بهذا الموضوع، والمتظاهرين جالسين حر الجو وبرودة الجو. طيب. وغير مكترثين السياسيين والأخذ بنظر الاعتبار بما يتطلب الشارع والشعب العراقي المتظاهر. وأجي إلى سؤال حضرتك حول ائتلاف النصر. أنا من وجهة نظري بسيطة جدا والمتواضعة، الدكتور حيدر العبادي قال وبالحرف الواحد خلال تصريحه أنه على حكومة السيد مصطفى الكاظمي إعطاء القوة الدليلية الحقيقية الواضحة المالية الاقتصادية الفكرية المجتمعية، ويعطي لحل وجدولة حلول الانتخابات كل ما لديه من قوة وما أوتي من صلاحية. ليش؟ لأنه أعطى الوعود. وائتلاف النصر يقول بدوره من خلال الرؤية التي بحث عنها الدكتور حيدر العبادي يقول طيب بأنه طيب يجب لكن العمل على انتخابات مبكرة. السيد الكاظمي شنو علاقته بالموضوع؟ هذا الموضوع
البرلمان والقوى السياسية والكرة في ملعبهم في هذه القضية. نعم. الكاظمي لا يحل ولا يربط. لا ما يخالف أستاذ أحمد، هو مجلس النواب هو اليوم رئيس الوزراء لما يطلع خلال شاشة التلفزيون هسه مثل ما عنده إعلام قوي ومسوي الدنيا على قدم وساق كأنما قاعد يعمل كل شيء، لغاية الآن لم يلمس الشعب العراقي أي عملية حقيقية، على الأقل خلي يخرج على شاشة التلفزيون السيد رئيس الوزراء ويقول لمجلس النواب عليكم أن تعملوا من أجل التصويت على قانون الانتخابات الذي صوت عليه في أيام الكورونا من كانت مشتدة على شعبنا. لكن هو من أعلن موعد الانتخابات أستاذ أحمد المبكر. نعم هو طالبهم كان واضح بالمطالبة بالتصويت على قانون الانتخابات. هسه إذا سائرون ودولة القانون اختلفوا بيناتهم بعد شي يسوي لهم الرجل؟ هسه هو الرجل أعطى بأنه المجال الانتخابي راح يكون بتشرين سنة 2021، يعني أي بمعنى أصح بالشهر السادس يجب أن تكون الانتخابات. مو إحنا أستاذ أحمد الانتخابات مو هذول، ليش تحالف الكردستاني؟ خلينا نكون واقعيين، تحالف الكردستاني ما يريد الانتخابات تصير خصوصا المناطق المتنازع عليها، واول المناطق يريد كسبها وعمل على هذا الموضوع سنجار، وهذا الموضوع يمكن على مرأة ومسمع من الصحافة وعلى مرأة ومسمع من كل الساسة الموجودين على الهرم السياسي. سنجار اليوم راح تنضم أيضا عبر بوابتهم لإقليم كردستان، وهذا الوضع أكيد ب 350 ألف نازح و 350 ألف من يسكن في هذه المكانات. إذن المناطق المتنازع عليها والتحالف الكردستاني الحزب الكردستاني لا يريد الخروج بالعملية الانتخابية ولا يريد أن يصوت ولا يريد أن يدخل إلى قبة مجلس النواب من أجل العولمة الحقيقية بدوائر مفتوحة، ولا يقولون دوائر متوسطة ودوائر كبيرة ودوائر كذا، لا احنا نريد الدوائر اللي اقرها الشعب من خلال التظاهرات حتى يتسنى لكل من هو شريف عراقي مستقل يريد خدمة هذا البلد يريد خدمة هذا الشعب ويحقق مآرب عبر بوابة المتظاهرين الذين ارادوا ان يحق الحقوق بشكل مثالي من خلال هذه الجدولة. لكن الكتل السياسية للأسف الشديد استاذ احمد وانت على مرأة ومسمع من هذا الموضوع، الكتل السياسية تغني على ليلاها، ولغاية الآن ولن نجد من يغني على ليلة المتظاهرين وليلة الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين عبر بوابة سياسات متهالكة وأهلكت الشعب العراقي من الرأس إلى الذنب. وهذا الموضوع يعني معروف. طيب لكن أستاذ أحمد هم مو من حقهم كقوى سياسية، عفوا أستاذ أحمد، يعني هم مو من حقهم اليوم يبدون رأيهم كقوى سياسية، هم فازوا بالانتخابات عجبنا أو ما عجبنا، كانت مزورة الانتخابات أو ما كانت، خلاص هم موجودين بالبرلمان، مو من حقهم يعبرون يعني عن رأيهم ويتنافسون ويتنازعون ويتبادلون الآراء؟ يمكن يكون هذا الأمر صحي لسبب ما ولو ما هو مقتنعين به، بس قد يكون صحي لأن إحنا هسه إذا قرروا أي شيء به خلل ممكن يروح العراق إلى الهاوية. والله أستاذ أحمد كلامك صحيح، لكن الكتل السياسية هسه أنت لو تيجي توضح المعالم السياسية والمعالم الصورة السياسية المتداخلة داخل قبة مجلس النواب تيجي تطلع من عندهم نتيجة فد شطرين ممكن أن بها إيجابيات؟ مستحيل. تدري ليش أستاذ أحمد؟ الكتل السياسية مصدومة لأن القرار اليوم إجا من عبر بوابة الشعب العراقي وعبر بوابة المرجعية الرشيدة بقيادة السيد السيستاني الله يطول بعمره، وقالهم الانتخابات المبكرة، ولولا المتظاهرين الأبطال والشهداء الذين سقطوا، المتظاهرين الأبطال الشرفاء الذين أرادوا للعراق مخرجا حقيقيا وغيروا من نظام الحكم وغيروا الدكتور عادل عبد المهدي، وصار يعني قبلوا بوجود السيد مصطفى الكاظمي إذا لديه الحلول الحقيقية النجعية التي تريد أن تخرج بالشارع العراقي. أما إذا كان ليس لدى السيد مصطفى الكاظمي حلول نجعية حقيقية للمتظاهر العراقي وبشكل لم يكن بالصورة المثالية، أيضا سوف تخرج التظاهرات بشكل قوي وسوف يكون لها رأي آخر. إذا الكتل السياسية أستاذ أحمد تريد أو ما تريد هذا الموضوع وضعته المرجعية ووضع المتظاهر العراقي الشريف الذي يدعي عن حقوقه وعن طيب. مستحقاته من قبل الدولة يعني بس ما حد داير لبال يعني أستاذ أحمد ما حد داير لبال القوى السياسية اليوم دا تخيط الأمور بكيفها ويريدون الدوائر مثل ما يريدون يريدون دوائر كبيرة المستقلين يعني. شنو جيمز أوفر يعني إيش تقصد أستاذ أحمد يعني هل الموضوع هل الموضوع يعني ما رح يوصلون به إلى اتفاق؟ والله أنا باعتقادي إذا على هاي العولمة السياسية وعلى هاي الفتحة لو يردون يأخرون من عملية الانتخابات هم شاءوا أم لم يشاءون، الشعب العراقي من يقرر مصيره، الشعب العراقي سوف يقرر المصير عبر بوابة الدوائر الانتخابية المتعددة والمفتوحة والصغيرة من كل منطقة، خلي يطلع لنا واحد شريف يخدم المنطقة، لا يقولون نحن إلا حزبوي إلا فئوي وتطلع نفس المسميات وتطلع نفسه إنه هاي المحاصصة هذا فلان وزير من فلان وزارة وهذا فلان كتلة وفلان كتلة، لا هاي كلها باقي لها ست أشهر
7 اشهر استاذ احمد وراح تزال ان شاء الله رب العالمين، وهم يشاءون ام لم يشاءون. يعني هسه هم اذا ما اتخذوا قرار وما صوتوا على قانون الانتخابات بالصوره المثاليه اللي ترقبها احمد الحمداني ويترقبها استاذ احمد الادهمي، اذا ما خرجت مخرج حقيقي والمتظاهر ايضا المترقب للحدث السياسي بشكل مثالي، يعني اذا ما خرجوا بنتيجه غصبا عليهم يا لازم يخرجون بنتيجه. ليش؟ لان المتظاهر اليوم على اوج الاستعداد، واعتقد هيئه الراي للمتظاهرين انا على مقربه وعلى مسمع منهم مستعدين الى عولمه حقيقيه بالتظاهرات ومن اجل احقاق الحقوق والضغط على الحكومه والضغط على مجلس النواب من اجل التصويت على هذا القانون الجديد للانتخابات ولا يقبل القسمه على اثنين. طيب اذا صوتوا عفوا يعني استاذ احمد اذا صوتوا على قانون معاجب المتظاهرين عندهم المتظاهر اليوم ملاحظات ترى موجوده عند المتظاهرين كثيرة على اللي يتم على اللي يقروه الفائز بأغلب الأصوات وغيرها، عندهم ملاحظات كثيرة وانتقادات مخيفة تؤشر إنه الناس ما رح تروح لهذه الانتخابات المبكرة إن تمت في موعدها وإن تمت بهذه الطريقة. شنو السيناريو بعد ذلك؟ ما شاركت الناس وبعدين وصار نفس السيناريو السابق. تدري منين جاء؟ على رأسي أستاذ أحمد حبيبي، هذا السيناريو اللي تفضلت به حضرتك شكرا، هذا الجزع منو جاء على هذا الجزع يصير على قلب المتظاهر؟ هم الكتل السياسية للأسف الشديد، مع احترامنا للكتلة السياسية التي تنتمي للعراق وللشعب العراقي وللأرض العراقية انتماء شريف وحر وطاهر ونزيه وبه مقومات نجاح العملية السياسية، أما الكتل السياسية التي تنظر في نفسها بأنها تربعت على العرش فنقول لها كلا وألف كلا، فإن العرش ليس بدوام على أحد من هذا وهؤلاء المتواجدين على الساحة السياسية، لأن العرش سوف يكون من يختار الشعب العراقي، وإذا كان الضجر يردون يزرعون الضجر أو يمللون الشعب العراقي من هذا الموضوع نقول لهم عبر هذه البوابة، نحن كمستقلون نحن كناس نبحث عن الشعب العراقي بحث حقيقي إيجابي، نخرج بمخرجات إيجابية لاستراتيجيات العمل الأفقي البعيدة للشعب حتى يحقق ذاته ومأربة ما بها مجال، ولا لا تناقشون نفسكم ولا تناقضون نفسكم خصوصا التحالف الكردستاني وغيره وغيره. اخافي ماطل ويريد كركوك، اخافي ماطل ويريد سنجار، وهذاك يريد فلان مناطق، لا ترى لازم تصير دوائر مفتوحه. واعتقد القانون الانتخابات اسن لكل محافظه 5 دوائر انتخابيه او 6، لكن الجماعه شو يريدون يسووا استاذ احمد؟ للاسف هاي معلومه يعني جزء تفيد الصح بالصحافه، يريدون يخلوها يا اما متوسطه يا اما كبيره، المتوسطه تصب في اتجاه الكتل السياسيه والكبيره ايضا تصب باتجاه الكتل السياسيه مثل ما تفضلت حضرتك. نعم. في بدايه الاوان في بدايه برنامجك المحترم انه هذول يردون يخلون الدائره الكبيره من اجل العولمه السياسيه والسيطره على الوضع لانهم عندهم ماديات وعندهم اصول الصرف طيب المالي. طيب اذا دعنا الان نرحب بضيفنا ايضا من بغداد عبر الاقمار الصناعيه عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمه الوطني السيد رياض العوادي. كانت مطالب الحكمه قبل التظاهرات قبل تشرين في العام الماضي أنه طرح ورقة إصلاح سياسي وقال إذا بقيت الأمور السياسية تقاد بهذا الشكل وأن النظام السياسي يبقى بهذه الرتابة التي تعودنا عليها من 2003 وحتى عام 2019 فإن النتائج حتما ستكون سلبية والمستقبل سيكون مجهول. فطرحنا عدة مقترحات ومن ضمن هذه المقترحات أنه تغيير النظام الانتخابي إلى القانون الانتخابي إلى قانون يقبل به الشارع، خصوصا أن الانتخابات السابقة أخذت تنخفض مستويات المشاركة فيها حتى وصلنا للانتخابات 2018 وكانت النتائج واضحة بأن نسبة المشاركة ضعيفة جدا. هذا نتيجة الرتابة الموجودة في العمل السياسي السابق وبقاء نفس القانون وبقاء نفس السلبيات التي لم يوجد لها السياسيون حلولا ترضي الشارع. فطرحنا يجب أن يكون هناك تغيير، يجب أن يكون هناك تعديل لمسار العملية السياسية حتى لا نجعل الشارع العراقي يثور ولربما تكون عندها الحلول غير مرضية مهما كانت التنازلات. اليوم أعتقد أن بعد المناوشات والمناكفات بين القوى السياسية بين من يريدها كقانون انتخابي كسابقه يعني المحافظات دائرة انتخابية واحدة، هناك من اقترح أن يكون لكل مقعد دائرة انتخابية واحدة، طبعا بين جذب وبين شد وبين هذه المناكفات انبرت الحكمة وطرحت المقترح بأن تقسم المحافظة كدوائر انتخابية يعني على نسبة الكوتة الانتخابية اللي هي مضت كوتة النساء بأن تكون هناك في العراق 83 دائرة انتخابية، فالمحافظة مثلا اللي عدها 11 أو 12 مقعد برلماني
تكون فيها ثلاث دوائر. هذه الدوائر تقسم جغرافيا كمناطق متقاربة، طبعا هذه ستحفظ التوزيع المنصف للتوزيع المقاعد في عموم المحافظة، ستعطي فرصة للمستقلين بأن تكون لهم القدرة على الوصول والمنافسة، تكون التنافس شخصي وليس تنافس سياسي، أي أن المرشح يكون مخير بين أن يدخل في قائمة سياسية أو ينبري لوحده كمرشح مستقل، ويبقى القول الفصل للمواطنين عبر الإدلاء بأصواتهم. طيب لكن استاذ لكن هذا هذه القضية عفوا يعني اليوم أكو ملاحظات من خبراء يعني في هذه القضية تحديدا، يعني تدري على الكوتة النسائية وكذا، يعني بالنجف مثلا ثلاث دوائر انتخابية، في بغداد 17 دائرة انتخابية، لكن واحدة من الدوائر الانتخابية بحسب ما سمعنا يعني مساحتها من الكرادة إلى الزعفرانية، هذه مو دائرة كبيرة، هذه المستقل شلون يفوز بها سيدي الكريم؟ يعني ما المفروض تكون بحسب الكثافة السكانية وتتوزع كل 100,000 مثلا نائب واحد؟ هذا المنطق اللي لازم ينأخذ به. هذا الموضوع اليوم معترض عليه أستاذ رياض، القضية هذه يعني ثلاثة رجال أمام امرأة، أيضا رح يدخل المال السياسي وأحجام المراكز الانتخابية لا زالت كبيرة، ما الذي تغير؟ نعم أنت طبعا هي نعم لربما يكون الحل غير مرضي للبعض، ولكن هو منصف بناء لما كان موجود. يعني بدل أن تكون بغداد، أنت جبت بغداد مثال، بغداد دائرة انتخابية واحدة قد يضيع فيها الصوت الانتخابي يعني المستقل مثل ما تفضلت، ولكن أن تنحصر إلى 17 دائرة انتخابية معناتها أنت قيدت أو حددت مكانات للتنافس الانتخابي. طبعا اللي عنده تواجد، طبعا هو تواجد راح يكون في المنطقة التي نشأ بها أو التي عمل بها، يعني لرب هذه المكان اللي تم تحديده يعني كعتبة انتخابية لهذه من هذه 17 دائرة انتخابية، قد هي منصفة للجميع. ابتداء اليوم نحن نريد التغيير، لكن أن يحدث التغيير إلى مثل ما تفضلت أنه لكل مقعد انتخابي دائرة انتخابية قد تكون صعبة جدا، خصوصا في الوقت الحالي، وخصوصا نحن نحتاج إلى انتخابات مبكرة. احنا اليوم نريد نقسم العراق إلى 83 يتحول إلى 83 دائرة انتخابية بدل عفوا استاذ رياض، يعني لو تمت على الكثافة السكانية الصعوبات لدى المفوضية. جميل جميل، بس انا اللي اقترحت على حضرتك عن الكثافة، شنو الصعوبة؟ وين الصعوبة؟ شنو الخلل بالكثافة يعني بالتعداد السكاني قصدك الصعوبة؟ لو معناها انه المحافظة بغداد كانت دائرة انتخابية واحدة، اي مكتب مفوضية واحد بقوائم يعني واحدة، اليوم ستتحول بغداد إلى 17 دائرة انتخابية، يعني 17 مفوضية، يعني 17 منطقة، كل منطقة لها قوائم مختلفة ومرشحين مختلفين. طبعا هذا يحتاج إلى كوادر، يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى أعداد لوجستي، يحتاج إلى أعداد فني، يحتاج إلى كثير من الأمور. إحنا إذا ذهبنا إلى قضية أنه لكل مقعد انتخابي دائرة انتخابية، لربما تحتاج المفوضية إلى سنين حتى تعد لهذا. لا عفوا استاذ رياض، انا بس حتى اوضح يعني البعض، مو انا دا اقول لك وجهة نظر المتظاهرين، دا يقول لك المفروض على الكثافة السكانية كل 100,000 شخص يطلع منه نائب واحد، وبالتالي احنا قاعدين اذا مليون عدد لنفترض الكثافة السكانية في بغداد، معناته احنا عندنا 10 دوائر، وبالتالي من كل دائرة يطلع عندنا نائب واحد، والفوز طبعا للي يفوز، للي يجيب 51% هو النائب اللي يطلع. هذا المنطق اللي ينأخذ به، هذه اليوم معترض عليه، يعني معترضين عليه ترى هذا اللي يصير اليوم. بالمناسبة احنا اليوم اكو اختلاف بوجهات النظر. يعني عند انطلاق التظاهرات في العام الماضي كانت الرؤية لانتخابات مبكرة، وان يكون هناك دوائر انتخابية يعني قليلة، قد يعني تكون لكل مقعد انتخابي دائرة انتخابية واحدة. هذا الأمر طبعا كانت العاطفة تدفعهم نحو أنه يطالبون بهذا المطلب، وهو مطلب حق، ولكن بمرور الوقت هذا الحراك الشعبي والحراك التشريني رأى أنه هذا المطلب بتضييق الدوائر الانتخابية ليس في مصلحته. مثلا كمثال في بغداد، خلينا نقول تشكلت حركة انتخابية أو حركة سياسية من المتظاهرين، وتجمعت في تجمع سياسي مكون واحد. هذا الأمر طبعا هم لفيف من مجموع متظاهرين من جميع أطراف بغداد، لكن إذا وزعناهم وطشرناهم على مناطق متفرقة سيضيعون
يعني مثلا لو كان هناك حراك شعبي بعدد مثلا 50,000 هذا 50,000 لو كانت بغداد دائرة انتخابية واحدة 50,000 رقم يأتي بعدة مقاعد، ولكن عندما تقسم بغداد إلى 17 أو أكثر فإن هاي 50,000 صوت ستتوزع على 17 دائرة انتخابية، وبذلك سيقل عدد 50 في هذه الأماكن سيتفرقون، وبذلك لا يمكن جمعهم لمرشح واحد أو مرشحين. رأوا بمرور الوقت أن مطالبهم في البداية بأنه تقسم المحافظات إلى عدة دوائر ليس لا يصب في مصلحتهم خصوصا وهناك قوة سياسية قد نشأت بعد التظاهرات، طبعا هذه تفتقر إلى الحنكة السياسية وإلى الدراية السياسية وإلى الخبرة الانتخابية ما عدها باع في الطويل في بس استاذ رياض عفوا فشافت نفسها انه اليوم هي جميل راح تضيع، لكن المستقل شلون يفوز التقسيمات؟ المستقل شلون يفوز بالمثال اللي جبت لك؟ عندك مشكله اخرى وعندك مشكله ثانيه، مشكله مهمه وهي قضيه الكوتا النسائيه. لو تقسمت بغداد ال 70 مقعد تقسم الى 70 دائره انتخابيه، طيب لمن ستعطي الكوتا النسائيه؟ ومن سيقبل ان يكون هذا المربع هو الكوتا النسائيه وتحرمني انا الرجال من المنافسه به؟ تعتقد المتظاهرين المتظاهرين راضين بهذا الطرح؟ على الاقل خلينا ناخذ الطرح مال التيار الحكمه والقوى السياسيه. بالمناسبه في كل دول العالم لا يوجد قانون انتخابي مرضي للجميع، ولا يوجد هناك قانون انتخابي مثالي يمكن ان يعتمد عليه، والدليل انه اليوم موجود في العالم اكثر من 3000 قانون انتخابي منوع في دول العالم وخصوصا المتمدن والديمقراطي. هذا شدل يدل على انه لا يوجد هناك قانون انتخابي واحد هو منصف ومقبول من الجميع. اذا كل منطقه، كل دوله، كل بيئه، كل مجتمع يحتاج الى قانون انتخابي يتناسب مع ظروفه ومع حيثياته ومع طبيعه مجتمعه ومع طبيعته. طيب بس استاذ رياض عفوا، يعني انا تدري اللي دا اقصد شنو؟ يعني قبل ما انتقل للاستاذ احمد ريسان، اللي دا اقصده انه اليوم المتظاهرين عددهم مو واحد واثنين ولا 10,000 ولا 20,000، هذا عدد كبير من الناس معترضين. اثروا نعم. اثروا على الامم المتحده، جت للعراق، عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء تغيرت، هذول كل الخيارات نعم. مفتوحه امامهم، غير نسمع شنو رأيهم ونسوي شيء اللي هو يتوافق معهم. الآن معترضين هم على الآلية اللي حضرتك تفضلت فيها. نعم أخي أستاذ أحمد حبيب قلبي، أنت إذا تريد تجمع ترضي كل المتظاهرين أو كل الشعب العراقي، يعني اليوم هو كل الشعب العراقي هو أكبر من المتظاهرين، هو كل الشعب العراقي بمجمله، مستحيل راح يوصلون إلى أو يتوصلون إلى رؤية واحدة، هاي من سابع المستحيلات. الشعب العراقي كله متظاهر استاذ رياض، حتى اكون صريح وياك، الشعب العراقي كله متظاهر، حتى لو ما طالع بالشارع هو متظاهر في داخله على اللي صار. جيد جيد جيد. اذا هل ممكن ان يجمع الشعب العراقي على قانون انتخابي واحد؟ بس اجيب شيء راضين به الناس على الاقل بمنطق يا استاذ رياض. عموما انا حرجع اناقش وياك، تفضل. لا اكمل فكرتك حتى انتقل. عندما يعني اليوم قلت الشعب العراقي كله متظاهر، نعم كله ناقم، كله معترض، كله متخوف، كله يريد التغيير، كله يريد إحداث بصمة جديدة في الواقع السياسي الجديد، ولكن أن نأتي بقانون يرضي الجميع ويتناسب مع كل طموحات الآخرين هذا محال، والدليل أنه الاختلاف السياسي اليوم على اعتبار اليوم الكتل السياسية والأحزاب السياسية هي جزء من هذا المكون الاجتماعي العراقي، هم غير متوافقين على هذا القانون، البعض معترض جملة وتفصيلا، وبعض متخوف، والبعض عنده ملاحظات، والبعض مؤيد. إذا لا يمكن أن نأتي بقانون يرضي الجميع، ولكن هناك قانون منصف يرضي الغالبية. نقول اليوم نريد تغيير، أي أن نأتي بقانون يختلف عن القانون السابق، برؤية تختلف عن الرؤية السابقة. إذا نجحنا بتمرير هذه الرؤية نقول نحن حققنا شيء مهم وحققنا قفزة نوعية في التغيير الانتخابي. جميل جدا. إذا دعني أعود إلى الأستاذ أحمد ريسان الحمداني من جديد. أستاذ أحمد، أنت شنو رأيك بهذا الفريق اللي موجود اللي حاطط هذه الحلول بالنسبة للدوائر الانتخابية؟ تعتقد هي منطقية بالنسبة لوضعنا؟ دي يقول لك هذا وضعنا وهذا اللي موجود وهذه الحلول تعطي فرص أكبر للمستقلين الآن مثل ما دي يقول السيد رياض العوادي،
يعني خلينا نمشي، خلينا نخطي خطوة بالانتخابات، ما نقدر احنا كل شيء نحط عليه اعتراض نوقفه ونجمده بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الوقت مدى يسعفنا اليوم. كيف ترد على ذلك؟ أوكي ماشي أستاذ أحمد حبيبي، تحياتي إليك والأستاذ رياض العوادي، وشكراً إلى على هذا الإيضاح الحلو جميل بصراحة. يعني خلينا نكون واقعين أستاذ أحمد، إحنا إذا ردنا نناقش هذا الموضوع صدقني يا أستاذ أحمد الأدهم يا بطل يا إنسان يا راقي، يعني ما نقدر نوصل الحل بصورة المثالية، لأنه الحلول تحت يد وأقدام الكتل السياسية. يعني بمعنى أصح إحنا للكتل السياسية من نسبة وتناسب، خلينا نحكي بلغة الأرقام، لغة الأرقام تقول من 1 إلى 100، يعني الشعب العراقي من 1 إلى 100 يريد يغير بالحكومة، يريد يغير بالنظام الانتخابي، يريد يغير بالقانون، يريد يغير باستراتيجية التي أدت إلى هلاك الشعب العراقي عبر بوابة 17 سنة ضاق الأمرين من خلال ما أتت به الكتل السياسية من مقررات تخدم نفسها وما خدمت الشعب العراقي، ولا بنت لبنى تحتية ولا سوت لجسر ولا بنت لمستشفى ولا انطت رواتب ولا عينت أبنائه. زين المتظاهر ما يستحق نطيه ولو أستاذ أحمد ولو من 1%، من 1 إلى 100 ما يستحق المواطن العراقي كإجماع مثل ما تفضل أستاذ رياض، ما يقدر نرضي كل الأطراف أو كل المتظاهرين أو كل الشعب العراقي، لكن أنصاف الحلول هسه حتى الله سبحانه وتعالى عز وجل يقول بأنصاف الحلول قد يرضى الطرف اليمين وقد يرضى الطرف اليسار. ليش الحل الموجود الآن اللي حكى به أستاذ رياض إيش بيه 17 دائرة ببغداد ومنطية فرصة، إيش بيه هذا الحل؟ يعني مثلا يعني بدنا ناخذ بغداد إحنا كمثال. ماشي على راسي احنا خلينا كيف استاذ احمد، اذا الحل كان ايجابي والجمهور العراقي ها خلينا نكون، انا ليش ارجع لك بلغه الارقام والنسبه والتناسب استاذ احمد، احنا اذا حققنا مأرب لو 55% و45 تنزل يعني تصير تحت الوصايه وال55 تحقق ما يريد الشارع والشعب العراقي والمطلب الحقيقي، هم نقول ما يخالف، بس هم لغاية الآن صدقني حتى جوا 45% بالنسبة للشعب بالنسبة للمتظاهرين. زين إذا جوا 45 أكيد المتظاهر ما راح يقبل، أكيد راح ينضجور، أكيد راح يمل، راح يكل، وهو خاف مو عايز ملل ولا عايز كلل من خلال العملية الانتخابية التزويرية اللي بجرت بسنة 18 ولا الانتخابات من سنة 2005 ولغاية الآن ما خرجت بمخارج حقيقية. لكن أنا مو ألقي اللوم بس على الكتل السياسية، الشعب لازم يكون مثقف وواعي بشكل مثالي حتى يعرف من يقرر القرارات ويريد يبحث مع الحكومة ومع مجلس النواب بالضغط عليهم من أجل التصويت على قانون انتخابي مثل ما تفضل الأستاذ رياض المحترم، أنه يكون قانون انتخابي يرضي ولو أطراف نصف الأطراف أو أكثر من النصف بقليل، على الأقل نخرج بحلول، والانتخابية الجاية بعد ما نخلص من هاي إذا بقينا عدلين من هاي الأزمات المتفاقمة على البلد، فإن شاء الله نقول بكة يصير التغيير من 55 يصير 65 إلى أن نكتسح هذول اللي موجودين بالهرم السياسي واللي هم للأسف الشديد ما متصور مي يعني أنه هو لازم يطلع من العملية السياسية ويجي يتبوأ المنصب من هو أجدر منه وأثقل طيب منه. طيب أستاذ أحمد أنت هسه يعني بالوطن أكثر سؤال مهم الآن، إذا اتفقت القوى السياسية على قانون معين للانتخابات بشكل أو بآخر، تعتقد المتظاهرين يعني من يشوفوهم وافقة وصارت احتفالية قانون انتخاب وغيرها، تعتقد المتظاهر يعني هيحتفل وياهم لو راح يعتقد انه سووا فشي من اجل مصالحهم؟ لا 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 استاذ احمد، هذا الموضوع موضوع قانون والتغيير بقانون الانتخابات والأبجدية الحروب بقانون الانتخابات الموجودة على الارض السياسي في قبة مجلس النواب، مو بكيف الكتل السياسية. هذا ما وضحه معالم سنة وعشر ايام من المتظاهرين اللي غيروا مجرى حكومة بالكامل وشالوا رئيس وزراء وشالوا وزراء بالكامل وجابوا وقبلوا بأنصاف الحلول، حتى السيد مصطفى الكاظم احترامنا الشديد إليه أنه حتى المتظاهرين ما كانوا راضين، لكن قالوا إذا يسوي انتخابات مبكرة ويعمل على الحث بقبة مجلس النواب ويقولهم أنه نخرج بنتائج حقيقية وموضوع أنه تاريخ رقمي بين الانتخابات، الرجل طلع وقال هيك الانتخابات، لكن يا ترى الكتل السياسية راح تخرج بهذا المخرج؟ إحنا لازم الكتل السياسية تحسب حساب ما بها مجال، وأقولها ألف مرة القسمة على اثنين ما راح تصير. ليش؟ لأنه الجمهور والشعب العراقي الذي هو الضجور أصلاً وما اشترك بالعملية الانتخابية أستاذ أحمد، إحنا خضنا غمار المنافسة في قبة مجلس النواب بالانتخابات السابقة بال 18، اللي جاب 10,000 12,000 ما صعدوه، اللي جاب 700 صعدوه، الكتل السياسية يريدوه يصعد، اللي ما يريدوه ما يصعد. هذا موضوع اليوم الشعب العراقي هو أصلاً الضجور، 19 لو 20% من الشعب العراقي خرج إلى
ساحات عفوا الى مكانات المفوضيه حتى ادلى بصوته للموجودين على الهرم السياسي. و80 75% لا يغرنك الكلام لانه طيب. الكثير من الكتل السياسيه والقوى السياسيه والباحثين بالشؤون السياسي المتواجدين تحت الهرم اللي هم اصحاب القلم الاحمر قالوا بانه الانتخابات صارت 45% كذب، وهذا الكذب مكتوب على قالب الثلج وتبخر باشعه الشمس. ليش؟ لان اللي خرجوا للانتخابات وادلوا باصواتهم صدقني يا استاذ احمد وانا مسؤول عن كلامي لان خضت هاي التجربه وحضرتك على مرأة ومسمع من الكلام، اكثر من 20% ماكو 18 الى 20% طيب. اللي ادوا باصواتهم. جميل استاذ احمد، اي بمعنى اصح هسه هو الشعب العراقي هو ضايج من العمليه السياسيه وما يطول المقرر اللي يريدوه عبر بوابه الكتل طيب. السياسيه. طيب طيب خلينا نرجع للاستاذ رياض العوادي من جديد. استاذ رياض، يعني اكو من يقول اكو طالب يحط لنفسه الاسئله، يعني اليوم ما معقوله القوى السياسيه هي اللي تصوت على قانون الانتخابات وهي اللي تسوي قانون الانتخابات مثل ما تريده. البعض يعتقد المفروض مفوضيه الانتخابات الان المستقله هي تجيب القانون الانتخابات، هي تقيسه بالقياسات الصحيحه العالميه المدروسه، مساعده امم متحده، متظاهرين، قوى سياسيه، وتخليه بالبرلمان والبرلمان يصوت، ما صوت عليه خلاص يرجع يعدل الموضوع من جديد وهكذا. ليش هذه الآلية برأيك ما مشت عندنا يعني بالعراق وبرلماننا العراقي؟ مو هي المشكلة، انت يلزمك النظام السياسي، يعني انت اكو دستور يلزمك في هذا الامر. يعني هو القانون يقول انه يعد القانون من قبل مجلس النواب والانتخابات تشرف عليها المفوضية اللي ايضا يعينها مجلس النواب، والنتائج الانتخابات تصادق عليها المحكمة الاتحادية. يعني هي هذه مو الناس ما راح تصير عندهم ثقه استاذ رياض، يعني نعم ما تعتقد بالمفوضيه نعم بالاليه قلت لك اياها تعطي نعم شويه ثقه اكبر. احنا يعني اليوم احنا ملزمين بقوانين، احنا نقول نعم نسعى لنبني دوله مؤسسات، دوله المؤسسات تحتم علينا ان نلتزم بالقوانين الساريه. يعني اليوم اكو عندنا قوانين كثيره هي مشرعه بالستينات، اغلب القوانين وخصوصا في العمل الاداري هي مشرعه من 1969 ولا زالت سارية المفعول حتى هذا اليوم. لا يمكن أن نقول يجب أن هذه من عهد النظام السابق ويجب أن تترك. طيب ما هو البديل؟ ما دام أنا ما عندي بديل إذن يجب هذه القوانين أن تكون هي السائدة والسائرة وهي المعمول بها. متى ما تم تشريع قوانين جديدة ومتى ما تمت التعديلات الدستورية، إحنا اليوم نعم أتفق معك وهي رؤيتنا وطرحناها حتى قبل الانتخابات، من ضمن الرؤى التي طرحناها أنه نعم يجب أن يكون هناك تعديلات دستورية. جميل. يعني الدستور هو مو قرآن، الدستور مو كتاب مقدس، يجب أن توضع نعم شكل في ظرف معين وفي زمن معين وفي ضغوطات معينة. ما معقولة أنه هذا أصبح مقدس ولا يمكن أن يتغير ولا يمكن تجرى عليه تعديلات. نعم نحن مع التعديلات الدستورية، مع تعديلات في الدستور تتلائم مع الوضع السياسي والوضع الاجتماعي للعراق الآني. طيب التعديلات الدستورية استاذ رياض، أن يكون هذا كلام كلش اجتماعي جديد، هذا كلام ومن ضمن هذا العقد هو أن يكون هناك تغييرات دستورية تتناسب مع الوضع الجديد. كلامك هذا نعم جدا مهم. احنا اليوم صار لنا 15 سنة من يوم ما صار الدستور العراقي، وهذه ذكرى صعبة على العراقيين لأن اليوم اكو هواية شكوى على هذا الموضوع. التعديلات الدستورية بما فيها بما يخص الانتخابات، اليوم الشعب ما واثق بالقوى السياسية. استاذ رياض اكون صريح وياك، انا اليوم الناس ما واثقة نعم بكل القوى نعم السياسية، حتى اللي صارت معارضة، حتى تيار الحكمة، ما عندهم ثقة، هاي انخلقت عندهم ردة فعل سلبية. القضية الأهم هنا هذا الموضوع، ليش ما تعدل برأيك؟ أكو إصرار على عدم التعديلات؟ أكو تعمد بعدم التعديلات؟ هيك يقول لي استاذ رياض. نعم نحن نتفق على أن هناك فجوة كبيرة وهناك قطيعة بين الشارع العراقي وبين القوى السياسية. اليوم الشعب ناقم على العملية السياسية وعلى السياسيين. جيد، أنا أتفق معك ونريد تغيير هذه الطبقة السياسية بطبقة بوجوه جديدة ودماء جديدة، ولكن أن يفعل بالعراق كما فعل في عام 2003 بأن انهار النظام السياسي وانهارت المؤسسات وانهار الجيش وانهار الأمن وتعال نبني دولة من جديد من الصفر وكل واحد يريد رؤية جديدة وكل واحد، هسه لربما ساعدتنا الظروف والرحمة الإلهية والقوى العالمية لربما في أن تتكون هناك دولة في 2003 ونصل إلى ما وصلنا إليه. لربما هذه الظروف لو انهارت العملية السياسية لن تتاح مرة أخرى ويذهب العراق إلى المجهول كما ذهبت دول كثيرة اليوم في المنطقة والشرق الأوسط خصوصا،
ولربما لن تقوم لها قائمة إلا بعد لربما زمن طويل. إحنا ما نقول نجب أن نحافظ على النظام السياسي العراقي وعلى الأمن العام وعلى أمن المجتمع، وبنفس الوقت نريد تغيير. هذا التغيير نحن نتفق يجب أن يكون هناك تغيير، ولكن هذا التغيير يجب أن يكون ويمر بعملية ديمقراطية قانونية دستورية. لا نريد أن نقفز على الدستور، لا نريد أن نقفز على القوانين، يجب أن يحترم القانون، يجب أن تحترم العملية الانتخابية. إحنا اليوم أكو يعني من الإيجابيات في العراق الجديد أن الكل يفكر أن يصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات. هسه الطريقة شلون، الآلية شلون، الطريقة المتبعة شنو، يعني الحلول اللي عنده براسه حتى يوصل يغري الناس، يقنعها ببرنامج بأي طريقة إن كانت سلبية أو إيجابية. طيب. لكن المنفذ واحد والطريق والبوابة واحدة وهي بوابة الانتخابات. هذه البوابة يجب أن تدعم ويجب أن نحافظ عليها من أن تخلع وأمن طيب. أن تنتهي. جميل. أنا أريد أجيبك هذه العملية السياسية والديمقراطية. جميل. نعم. هذا كله إحنا نسعى عليه أستاذ رياض، كل حتى الثوار ترى حريصين بعد أكثر من أي طرف آخر ومنه حتى من هواية قوى سياسية على الدولة العراقية. بس أنا أريد أسألك أستاذ رياض بقضية الخلاف الآن بين القوى السياسية، هذه هي القضية الأهم الآن. الخلاف اللي بينكم مبين كبير، راح توصل الحل وما توصل أستاذ رياض؟ أنتوا شلون يعني شلون تنظرون هالموضوع؟ الكثير من القوى السياسية، الكثير من القوى السياسية ترى في الانتخابات المبكرة خسارة لها، وبأنها ستفقدها الكثير من مكتسباتها. يقول نحن حصلنا على مكتسبات قوية وكبيرة في انتخابات 2018، هسه اللي ما شارك هاي مو مشكلتنا، هذا حسب رأيه. يقول أنا وصلت بطريقة انتخابية، طريقة ديمقراطية قانونية دستورية، هذه مكتسباتي ما أريد أفرط بيها، ما أريد أتنازل عنها، على الأقل يجب أن تنتهي الفترة الانتخابية اللي هي 4 سنوات وبعدها لكل حادث حديث. اليوم القضية يعني البعض للأسف لا يفهم أن المشكلة هي أكبر من قضية الاستحقاق الانتخابي، وأكبر من قضية مكتسبات لحزب هنا أو كتلة هناك أو تيار هنا. القضية أكبر وهي قضية مصير بلد. إحنا شفنا خلال هذه السنة تعطلت الحياة بشكل كبير، طيب. إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، إلى أزمة كورونا، هذه طبعا زادت الطين بلة. هذا الانغلاق وهذا الانسداد وهذا التعطيل في الحياة وخصوصا في الوسط والجنوب لا يصب في مصلحة العراق، ولا يصب في مصلحة العراقيين، ولا يصب حتى في مصلحة المتظاهرين. هم دفعهم العوز ودفعهم الحاجة إلى أن يذهبوا إلى ساحات الاحتجاج، ولكن الاحتجاج يجب أن لا يستمر فترات طويلة لأنه يضر بمصلحتهم. يجب أن نوجد حلول، هذه الحلول يجب على القوى السياسية أن تلتفت وتتنازل عن استحقاقاتها. طيب هسه هم يعني استاذ رياض عفوا يعني أفكر على عجالة، أفكر للأسف الوقت ديمر، الحراك راجع لكم يوم 25/10، راجعين وضاغطين بقوة على الكل، على الحكومة، على البرلمان، على الكل. تعتقد هذا راح يعجل من قضية إقرار قانون الانتخابات بشكل أسرع؟ أخي العزيز، سواء موجودة تظاهرات أو لم توجد، سواء كانت تظاهرات 25 قوية أو غير قوية، سواء يخرج المتظاهرين أو لم يخرجوا، سواء كانت هناك ظروف تساعد أو لا يوجد، بالنتيجة هناك واجب حتمي على القوى السياسية أن تعجل بإقرار القانون، ويجب أن تذهب إلى الانتخابات المبكرة. الانتخابات المبكرة هي الحل الأمثل والحل الأسلم لإنهاء عقدة سياسية صعب تفكيكها بدون انتخابات. جميل جميل جميل. اليوم عندك انتخابات، عندما تشرع القانون المرضي للشارع والمرضي خلينا نقول لغالبية الشعب العراقي وللقوى السياسية وللمرجعية، هذا الأمر، وعندما تتوفر له، طبعا القانون الانتخابي وحده مو كافي، أنا شو أسوي بقانون انتخابي منصف ولا يوجد جو انتخابي ملائم ولا توجد مفوضية قادرة على أن تنجح الانتخابات. لكن عندما يتوفر هذا الثالوث، القانون والمفوضية والجو الانتخابي السليم، قطعا ستكون هناك مشاركة فاعلة وسيكون هناك تغيير ملحوظ. هسه إذا طلع الشارع وأنطى صوته للقوى السياسية الموجودة، بعد هو هذا رأي الشارع، ما ممكن أن نعترض عليه، وهذا رأي خلينا نقول الغالبية. وإذا كان هناك تغيير فأيضا هو رأي الشارع، ولا يمكن لأحد أن يعترض عليه. الكل سيربح وإن
قلت طيب حجم يعني السياسي في المرحلة القادمة. جميل لأنه جدا عندما يسلم العراق يسلم الجميع. الوقت حقيقة ما يسعفنا اليوم، كنا نتمنى أن يطيل الكلام مع حضرتك ومع الأستاذ أحمد ريسان الحمداني. أود أن أشكر حضرتك الأستاذ رياض العوادي عضو المكتب التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، شكرا جزيلا على حضورك اليوم. كذلك أود أن أشكر أيضا ضيفنا من بغداد عبر الأقمار الصناعية الباحث في الشأن السياسي والمقرب من ائتلاف النصر الأستاذ أحمد ريسان الحمداني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.